السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد في شهيوات السباعي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. تحضرت اليوم دنجال في الكوكوط، خرجوا ليه الدنجال كما كتشوفوا على حسب كل سيدة والقياس اللي عندها. انا هذا القياس اللي بغيت نحضر. عندي الكوكوط كما كتشوفوا، ها هي الفلفلة خضراء وفلفله حمراء، جوج ديال الفلافل حارين على حسب اللي كياكل الحار، مطيشه، 4 نتاع الدنجالات. الحار كما قلت لكم كيكون اختياري، اللي كياكل الحار يديرو كيجي زوين في الدنجال. غادي نقبط الدنجال، نقيه، نحيد ليه داك الطربوش نتاعو الفوقاني، وكنقيه ماشي كامل، غير كنقص ليه القشور شويه، ما كنحيدهمش كاملين، وكنقطعو هكا طولي، وكنولي نعاود نقطعو على هاد القياس. هذا ماشي رقيق بزاف، ماشي غليظ، هكا كنبقى مستمره هاد القياس اللي عندي ديال الدنجال. الدنجال كنبغيو ناكلوه وكنخصنا ننوعو فيه، هذا صدقوني راه كيجي لذيذ، وفي نفس الوقت ما كيحتاجش لينا شي وقت كتير، دغيا كيوجد. الا كنا مزروبين هذا نديروه ساهل، وتيجي دغيا كتحضروا السيده، ما كيبقاش. دابا كنقطع الفلفله حتى هي على شكل طولي، وكنحيد ليها الزريعه ما امكن، ما تنخليوش فيها الزريعه ديالها. نضف المكان، حيد دوك القشور ديال الفلفله. دابا غادي نبقى حتى هي نقطعها على هاد الشكل هكايا، ما كنديروش غليظ تقطع، ما كنديروش رقيق حيت كنديروه في الكوكوط، كنديروه بين وبين باش في الطياب يجي دغيا يطيب، وعاود ثاني الا كان رقيق تيجي يدوب في الطياب الا سديت عليه بحال هاد القياس. دابا هكا وانا نبقى مستمره هنا كما كتشوفوا، كملت الفلافل بجوج الحمراء والخضراء والدنجال، قطعتهم وغسلتهم ودرتهم في هاد الكسكاس تتقطرو من الماء. انا كما كنوري لكم التقطاع ديالو في هاد القياس، غادي نديرو لهاد الفلفله والدنجال. مطيشه نقيتها وحيدت ليها الزريعه ودرتها دوائر. اللي عاد اكتشف القناه يدير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وراه باقي الجديد ان شاء الله. دابا هو الدنجال ديالي درتو في الكوكوط، هو والفلفلافل بجوج. دابا غادي ندير الدوائر ديال المطيشه، ها هما قديتهم فوق منه، درتو في الكوكوط باش تشوفوا الطريقه كيفاش حطيته باش يكون باين ليكم شنو درت. ها هما دوك جوج مزاود نتاع الفلفله الحاره. دابا هادو جوج فصوص تاع الثومه محكوكين، القزبر مقطع رقيق، هما ما درتهم من الفوق. عندي هنا في العطريه ديالو ساهله، غير الكمون والتحميره، بابريكا والملحه حسب الذوق. الكمون انا كنتمنى تجربوا هاد الدنجال بهاد الطريقه، راه كيجي زوين وكيبقى فيه النسمه ديالو، حيت ما كنسلقوه ما كنقليوه ما والو، كيبقى يطيب في الماء ديالو. دابا انا درت هاد التوابل من الفوق، كما كتعرفوا الدنجال كيبغي الزيت البلديه، غادي ندير ليه قياسه، ما غاديش نكمل هاد الزيت اللي في الكاس عندي، ندير ليه قياسه هنا. شوفوا انا تندير القياس، دابا انا صافي قديتو، درت ليه التوابل ديالو، درت ليه الزويته، ها هو دابا كما شفتو صافي. انا درت ليه التوابل، غادي نغطيه مزيان، نزير الكوكوط كما القاعده كنزيروها، ندير لها الصفاره نتاعها. غادي نشعل عليه عافيه مهيله باش يطيب في الماء ديال المطيشه وديالو.
ما غادي ندير لا ما لا والو كيما شفتو، راه غير هذيك المطيشه دوائر والفلافل والدنجال، ولكن غادي ندير عليه عافيه مهيله باش يبقى يطيب غير في ديك المويه ديالو 10 9 دقائق. وغادي ملي يكمل 10 9 دقائق غادي نطفي ونخليه، ما غاديش نحيد الصفاره حتى تهمد الكوكوط. دابا ها هو وجدتو، كنتمنى هاد الدنجال يعجبكم التحضير ديالو، واللي يعجبو يدير لايك. ها هو الدنجال دابا طاب، صافي انا حليت عليه الكوكوط. ها هو كما كتشوفوا راه طالق الماء ديالو، دابا هي ديك الماء ديال المطيشه وديال الدنجال والفلافل هو هذا. دابا غادي نبقى نحرك فيه باش ينشف من هذاك الماء اللي فيه ونشحرو مزيان. كما كتشوفوا حيدتو كل الفلافل من زاوية الحارين باش ما يتفقسوش ليا فيه، اللي ما كياكلش الحار كنخليهم بوحدهم، اللي بغاهم ياكلهم. انا غادي ندير فيه شويه ديال الخل الاحمر قياس نص معلقه كبيره، هذاك قياس هاد الدنجال اللي عندي. كما كتعرفوا الدنجال راه كيتواتى مع الخل. انا دابا كنشحر فيه حتى يوقف ديك الزويته نتاعو، عاد غادي نطفي. كما كنقولها لكم ونعاودها، كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفه تاع الدنجال، راه وصفه سهله وفي الوقت ما كتقبضش الوقت. واللي عاد اكتشف القناه يدخل يشوف الوصفات اللي عندي، راه كندير وصفات في المعقول ومجربين وتنوع. ها هو الدنجال كما كنقولوا الشلاطه ديال الدنجال طايبه، ها هي وجدات. الفلفله الحاره انا درت عليها غير من الفوق، اللي بغاها ياكلها، وكيجي واقف ديك الزويته ديالو. وكنتمنى تجربوا هاد الدنجال بهاد الطريقه، واللي عجبته الوصفه يدير لايك، واللي عاد اكتشف القناه يدير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. وراه باقي الجديد الى فيديو مقبل.